السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هو استكمال لسلسلة فيديوهات كيفية البيع على نون، والنهاردة بنتكلم عن الطريقة التانية لإضافة المنتجات. بنروح لواجهة منصة البائعين زي ما احنا شايفين، وبنختار منها كتالوج، ومن كتالوج بختار بارتنر كتالوج. بتفتح لي الصفحة بتاعة الكتالوج بتاع المنتجات الخاصة بيا، بعد كده بضغط على Add New، منها بختار Create Multiple Products عشان أضيف منتجات متعددة مرة واحدة بدل ما أنا بضيفهم منتج منتج، فدي طريقة يعتبر أسرع نوعا ما. دي الصفحة اللي بتظهر لي، وبيتم إضافة المنتجات ديت عن طريق Excel Sheet. في عندي نوعين من الإكسل شيت، لو أنت حابب تنزل شيت عام لجميع المنتجات فعندك الإمكانية ديت من خلال الاختيار دوت. أما لو أنت عايز تنزل شيت خاص بفئة معينة او مجموعة منتجات معينة، فانت كل اللي عليك ان انت هتروح لموقع نون. بعد ما بنروح لموقع نون بنختار لينك من منتج مثيل للمنتج اللي احنا هنبيعه، واحنا جربنا في المنتج الاولاني على مجموعة الاكواب الحرارية دي، فاحنا استكمال لنفس الموضوع هنجرب برضو بنفس الطريقة. هحط اللينك في المربع دوت، بضغط انتر او سيرش. زي ما احنا شايفين هنا جاب لي الفئة اللي موجود فيها المنتج دوت. هنا بضغط على with instruction، يعني انا عايز الشيت ينزل لي بالتعليمات او امثلة للحاجات اللي انا المفروض اكتبها. هنا انا عايز انزل الشيت ببيانات باللغة العربية والانجليزية، لو انت حابب ان انت تنزل شيت بيانات اللغة الانجليزية بس برضه هيكون كافي. الشيت نزل عندي هنا، بعد كده بفتح الشيت وببدأ اضيف البيانات بتاعت المنتجات اللي عندي. طبعا هنا بيقول لك ان هنا في عندي mandatory important، اللي هو المفروض ان هو بيكون الشيت هنا في الوان للحاجات البيانات اللي انت مفروض تدخلها. فهبدأ ادخل البارتنر اس كيو يونيك، يعني عايزين نعمل المنتج دوت اسم فريد من نوعه. انت كمان تقدر تميز المنتج دوت في الكتالوج بتاعك، فانا هسميه ماج. بعد كده البراند، احنا قلنا ان المنتجات ديت بدون علامة تجارية، بدون علامة تجارية اسمه جينيريك. بعد كده هبدأ اضيف عنوان المنتج، زي ما انتم شايفين هنا ضفت عنوان المنتج بالانجليزي وبرودكت تايتل بالعربي برضو. هنا بيقول لي بلد الصنع، طبعا هختار الصين. بعد كده الكالر نيم، انا هضيف القايمة ديت اللون الاحمر برضو باللغة العربية مطلوب. هنا مطلوب المقاس، فانا هقوله ان مقاسه 600. هنا بيقول لي السايز يونت، يعني هختار الملي لتر. ايتم كونديشن، يعني حالة المنتج طبعا جديد. الجريد برضو جديد. موديل نيم، لو انت عايز تسمي الموديل دوت باسم معين ده حاجة ترجع لك طبعا. انا اديت له اسم كده بومبي 600. هنا بيقول لي الايتم كم منتج في العبوة، بقول له سنجل، هو منتج واحد في العبوة. الماتيريال، الخامة اللي مصنوع منها المنتج بتاعك، هختار طبعا بالنسبة لي هنا ستانل ستيل. هنا اللونج ديسكريبشن، لو انت عايز توصف المنتج بتاعك طبعا كل منتج بيختلف عن التاني، انا هنا مش محتاج احط له ديسكريبشن، هنا برضو ديسكريبشن باللغة العربية. هنا الفيزر بوليتس دي اللي هي مزايا المنتج بتاعك، انا هسيبها فاضية. هنا بيقول لي الكاباسيتي، هقول له بالميلي لتر، هنا هقول له 600. هنا ابعاد المنتج بتاعك المفروض لو انت عارفها بتحطها، بس هي طبعا مش ضرورية او مش لازمة. يعني النقطة المهمة هنا بقى هنبدأ إضافة صور المنتج. صور المنتج لازم تتضاف على هيئة لينكات. الخطوة دي بعملها ازاي؟ بروح للموقع اسمه بوست ايمج، وبختار الصورة من الكمبيوتر، طبعا انا بكون حافظهم قبل كده. طبعا احنا دلوقتي بنضيف المنتج المج الحراري اللون الاحمر، فانا هختار اوبن. هنا اداني الرابط اهوت، هاخد لينك الرابط وهروح للمكان بتاعه في الاكسل شيت واعمل كنترول في. لو انت عندك اكتر من صورة هتحط بقى في ايمج يو ار اول 2 بنفس الطريقة ديت. كده انا انتهيت من اضافة المنتج الاول. بنفس الطريقة
هتقدر تضيف بقى اي كمية من المنتجات انت حابب تضيفها، لكن انا عن نفسي هضيف 5 أو 6 منتجات كفاية. هنرجع نكمل مع بعض بعد ما اضيف 5 أو 6 منتجات بنفس الطريقة ديت، بس انا هوقف الفيديو عشان مدة الفيديو ما تطولش، لكن هي نفس الطريقة هتقدر تضيف بيها اكتر من منتج. زي ما انت شايفين هنا كده انا رفعت 6 منتجات ببياناتهم، وبعد ما حولت الصور بتاعتهم كمان لروابط. زي ما احنا شايفين هنا في منتج حطيت له 6 صور مختلفة او 7. بعد كده بنحفظ الشيت بتاعنا وبنرجع تاني لموقع نون، وبضغط هنا، ده المكان اللي احنا نزلنا منه الشيت، بضغط على نيكست، وهنا بيقول لي ارفع الشيت مرة تانية. بضغط هنا، بجيب الداونلودز وبختار NIS، بضغط على اوبن. هنا بيقول لي NIS create update successfully requested، يعني احنا كده اتمينا عملية تقديم لاضافة منتجات جديدة. ده كان فيديو النهاردة عن الطريقة التانية لإضافة منتجات على موقع نون بإضافة أكتر من منتج في مرة واحدة. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم والشرح كان واضح. لو في أي تعليق أو استفسار اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك عشان أستمر في عمل الفيديوهات من النوع دوت باستمرار. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.